بعد انا واحد من اخوياي نحن بنسجل شيله في احدى الاستديوهات في السعوديه، وان شاء الله ان الشيء هذا بيتحقق. الله يقويك ويتمم لك. السؤال الثالث عطني يا ابو جابر. لا انت اسال بس اسال لو خيروك امس بين خروج هادي او بسام، من ستختار؟ والله شوف ابغى جواب يقنعني. جواب جواب جواب. اي لو خيروني. تدري ايش معنى يا محمد؟ تدري ايش معنى يا محمد بسام وهادي على المسرح؟ شوف والقرار بيدك، يعني لا تجيب قرار انه انا اللي بطلع، ما في، هو الاختيار يا اما بسام يا اما هادي، من ستختار؟ والله شوف انا اسم عشان الوقت بس، الموقف هذا إيه؟ بتحمل 10000 نقطة سالب. لا لا أقول لك ما عندك خيار ثاني. كيف ما عندي؟ لابد واحد منهم يغادر. بحط كذا نفس حركتي دائما يا أبو سعد بالأصابع، واللي يجي عليه يجي، اللي يجي عليه يجي. أمس سويت كذا؟ سويت كذا. أعطوني إياه أحمر. لا أنتو جاوبتك بس ما أقنعتني. والله أقنعتك. والله ما أقنعتني يا ابن حلال. والله بسوي، والله لا أسوي كذا. من يغادر؟ شوف بدون أي باب. أنا أعرف بسام بدون اي باب، واعرف هادي بالربع، اعرفهم زين، واعرف ايش يفكر فيه، واعرف هو ايش يبغى. عشان كذا كان السؤال للشخصين دول، كان السؤال لانك تدري. ابشر انا بجاوب، او ندري انهم قريبين لك جدا. بجاوبك. من يغادر؟ انا هادي بالربع وبسام بن عشق، اعرفهم زين، واعرف كل واحد في البرنامج ايش يفكر فيه. كلهم يفكرون في النجوميه، وهو منجوم اصلا. ما يعني شيء هذا ما يستحق انك تقوله. واضح في الموقف هذا انت والله انك بتخليني في امر، يعني تبغى اخضر. اعطني اسم هادي ولا بسام؟ الله اثنين احمر، بعد شوي الثالث ولا هذا الثاني؟ هذا الحين باقي ما حطينا احمر. او هذا احمر. تبغى اخضر؟ اعطني اسم سريع. لو خيروني بين من ومن؟ بسام وهادي. لو خيروني بين بسام وهادي، مع اني داري اني بضغط كذا، بس بقول لك ذي الحين اني بختار هادي. هادي هادي هو اللي غادر. نعم. خلوه احمر لا تغيرونه. ابو جابر ونعم يا ابو جابر. وقت هواجيسك وين تهرب في القريه؟ وين تروح؟ وقت هواجيسي اروح المناره. المناره فوق؟ صدق يا محمد.